السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضعنا فيما يتعلق بمادة العمل الإداري، وخاصة سنتكلم عن استعمال الملك العمومي. وقلنا أن الإشكال في استعمال الملك العمومي قد تحول أساسا بالنسبة للأملاك المخصصة مباشرة للعموم، وهكذا فإن نظام هذا الاستعمال يخضع لضرورة احترام مجموعة من القواعد من أجل الحفاظ على طبيعة ذلك، على طبيعة بمعنى إحنا كنظر على طبيعة الملك. وعلى عكس من ذلك فإن الاستعمال غير المباشر من طرف الجمهور مرتبط باستغلال الملك العمومي وبواسطة المرافق العامة. فإذا شفنا الاستعمال الجماعي في الحصة السابقة، الآن غنشوفوا الاستعمال الخصوصي للملك العمومي. إذا كيكون هذا الاستعمال الخصوصي للملك العمومي، وكيتعتبر هذا النوع من الاستعمال وسيلة تهدف إلى تزويد الميزانية العمومية بمداخلها، حيث يؤدي الخواص مقابلا ماليا من أجل الحصول على رخصة للاستغلال. هل مثلا كنشوفوا ساحات ديال المقاهي، الأسواق، المؤسسات الصيفية. ويمكن القول أن الرخصة الإدارية المسلمة للمستفيد من الاستعمال تكتسي طابعا مؤقتا وقابلة للسحب في أي وقت. وكتنظم هذه الوضعية ظاهرة 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. وهكذا كيتسلم الرخصة وزير الأشغال العمومية طبقا لمقتضيات ظاهرة 1914، وكينتج عن الترخيص إلزام بأداء بعض الرسوم التي كتنص عليها الفصل 7 من ظاهر 1918، حيث يوضح أن شغل الأملاك يوجب أداء مبلغ سنوي يعين قدره في القرار المتعلق بذلك، ويحتسب هذا الكلاء من يوم إعلام المرخص له بصدور القرار المذكور. وكتمنح الرخص لمدة أقصاها 10 سنوات، ويجوز تجديدها بصفة استثنائية مرة واحدة لتصل إلى 20 سنة. أيضا ينبغي أن نذكر أن من جهة أخرى كنوجد نمطا آخر للاستغلال يقدم ضمانات أكثر بالنسبة للمستعمل، خصوصا على مستوى المدة الزمنية المرخص بها. وكينص على ذلك المشرع في بعض القوانين الخاصة كاستغلال مصادر المياه المعدنية الذي يخضع لنظام الامتياز، مثال مرسوم ديال 30/1/1995 اللي كيصادق على اتفاقية الامتياز لاستغلال المياه حوض والماس. وكينص ظهير 16/8/1995 بمثابة مدونة المياه على نظام التعاقد من أجل إعداد منابع المياه المعدنية أو لالتقاط المياه من أجل إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية. وكيخول نظام الامتياز ضمانة زمنية هامة، حيث أن العقد يحدد مدة لا تتجاوز 50 سنة قابلة للتمديد، كما أنه يحدد شروط الاستعمال، حقوق وواجبات المستفيد من الامتياز، ومبلغ الأتاوة، وشروط الاشتراء من طرف الدولة عند نهاية العقد، ثم السحب ومصير المنشآت والمعدات. ونضيف إلى ذلك أن قد صدر قانون 10/12/1999 اللي كيعدل بعض مقتضيات ظاهرة 1918، وكيحدد ويحدث نظاما عاما للاحتلال المؤقت للملك العمومي لفائدة المستفيد من امتياز مرفق عام. أيضا الامتياز ديال البناء، الصيانة، واستغلال منشآت عمومية، وكيتم تحديد شروط الاستعمال بمقتضى عقد وكناش للتحملات المصادق عليها بمرسوم بعد اقتراح من السلطة الحكومية المختصة واستشارة وزيري الأشغال العمومية والمالية. ولا يطبق هذا القانون على الطرق السيارة ولا على العقود الامتياز المرتبطة باستغلال المياه من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية.
إذا نكون بهذا وصلنا إلى نهاية العرض، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وبالله التوفيق وموعدنا لاحقا إن شاء الله.